بصي، ايوه، كل ما تديها، كل ما تديها صح، كل ما تعجنيها وتفدغيها تديكي مظبوط عرق. صح. ادام بقى طلعت زي عجينه الرقاق بتاعتنا دي، تبقى بالنسبه لي انا سهله. طيب كل ما تديها كده تريح معاكي وتديكي عرق، وكل ما تدي عرق تبقى حلوه. طبعا احنا بنريحها نص ساعه، نكون قلينا اللحمه مع والبصل، تعصجي اللحمه والبصل. انا دي بقى اهي تبقى عجينه كده زي عجينه الرواية، مش ما بتبقاش ملزقه، تبقى ملمومه. ملمومه صح. انت عرفتي بقى وانا بقول لك فدغيها. فدغيها. انت سالتيني وانت بتعملي التانية. قلت لك ايه يعني فدغيها؟ كلميني عربي. بقول لها يا اختي فدغيها كده بايديكي عشان تديكي عرق، قالت لي كلميني عربي. أميرة بقى تحط لك ترجمة. دي بقى تسيبيها بعد كده تريح. طيب تقريبا نص ساعة. طب أنا اللي أنت عجنتيها وقلت لي غلي سيبها تريح، أنا عينها لك. طيب ماشي، دي ريحت وخلصت. أيوة، ونغطي دي بقى، نبقى تعمليها لنا بعد الهواء إن شاء الله. طبعا نحن راح نفردها بالشوبك. بالشوبك؟ بس راح نكون مقلين اللحمة. هقللك اللحمة؟ مشان الحشوة، يعني نحشي فيها اللحمة معصجة يعني. معصجة يعني. معصجة يعني متقلية زي ما بتقولي. متقلية. بنحط البصل اول. انا هقليلك وانتي فردي. ماشي.